العديد من المعلمين واضح في توقيف لهم أو منع من الوصول إلى رام الله في العديد من المناطق، فبالتالي هذا قد هو طبعا الهدف منه من أجل إفشال الاعتصام أو عدم وصول عدد أكبر من المعلمين إلى الاعتصام. وبالتالي وفي صور أيضا تصل عن، يعني صعب جدا، أحد المعلمين كتب إنه يعني إذا في أحد الحواجز الأمنية أحد الأفراد وقف معلم ومنعه وتفاجئ إنه هذا المعلم درسه في يوم من الأيام في المدرسة. إحنا المفروض في البلد إنه يعني هون بنتعلم القيم، بنتعلم حفظ كرامة المعلم، بنتعلم إنه كيف ممكن هاي لما في طالب هلأ بده يسمع هذا الخبر شو الفكرة اللي بده يكونها عن قضية احترام المعلم. طيب أحد الأساتذة معنا على الخط الهاتفي بيخبروني في الكنترول. ألو، صباح الخير. يسعد صباحك، يا هلا. صحيح، احنا يعني ان شاء الله نعمل انه هذول الحواجز اللي حطوهن اخواننا في الاجهزه الامنيه وحبايبنا وطلابنا انه هذول لحمايتنا، واكيد عشان يسهلوا لنا اعتصامنا ونخرج الحمد لله اربع من ثانيين. انا هذا اكيد، يعني هذا املنا في طلابنا اللي احنا علمناهم هم حمايه الوطن، انه يكون هذا هيك يعني صحيح هدفهم. يعني احنا بدناش نحط النيه ان شاء الله. انتوا جاي من اي منطقه حضرتك؟ جاي من طلقيلي، وهي نحن في الطريق ان شاء الله، ونعمل انه اخواننا في الاجهزه الامنيه اللي هم علمناهم من الوطن والوطنيين ان يكون هدفهم حمايتنا فقط، يعني حمايتنا انه حد يتعرض ان شاء الله. نعم، نتمنى فيهم هيك يعني نتعامل. تمام، نروح ان شاء الله، نروح يعني الصوت شوي بيقطع عندك لانك في الطريق. في الطريق بنفهم، لكن الان انتم تمكنتوا يعني من الوصول الى رام الله ولا لسه؟ لا لسه، احنا بالطريق عاد تلقي. طيب لسه نتواجه انه اكيد هم طلابنا، يعني فاحنا كيف نحط موقف مصري انهم يفوق لنا معاه انهم يرجع. وين رايح يا استاذ؟ مش عندي وين رايح، هذا وطني وبروح فيه وين ما بدي واي ساعه بدي اياها. بيسالوهم وين رايح يا استاذ؟ وين رايح نعم، وين رايح استاذ؟ ولما يجاوب شو بيحكوا له؟ والله انا ما بعرف، يعني انا ما رضيناش نجي تلاهم من عندهم، فلفينا طريق ثاني يعني شوي هيك رحتوا على التفاف بدون يعني تقريبا من جوا داخل المدينه، رحنا على طريق ابعدنا عنهم عشان احنا ما نحطهمش في موقف محرج، لانه بالنسبه لنا الموقف مش محرج، بس بالنسبه للطالب اللي علمناه اللي ماخذ اوامر اتوقع ان شاء الله، انا اتمنى تكون اوامر حمايه لنا لمعلمينهم، يعني يحمونا، يعني بلاش حدا يتعرض لنا ان شاء الله رب العالمين، اذا كان في حدا بيتعرض ولا شيء. نعم، معقول في هالوطن في حدا يتعرض لمعلمنا؟ اتوقعش ان شاء الله. لا اكيد اكيد، احنا هيك املنا فيهم يعني. نعم، باذن الله ان شاء الله بنشوفكم في الاعتصام باذن الله تعالى ان شاء الله. يعني انت اضطريت تروح من طريق اخرى حتى انك ما تتواجه مع حدا من الامن؟ على طريق رام الله، الله اعلم شو بصير معنا على مداخل رام الله، لسه بنعرفش يعني. اما المداخل بخارج المدن الكل يعني واجههم يعني واجه الاجهزه الامنيه، وان شاء الله رب العالمين هم يعني ان شاء الله يعني بيفتحوا لنا الطريق نمرك يعني باذن الله. ولهم بيسكروا الطريق ما اتوقع، يعني في انا بقول لك هم حمايه في ناس أكيد. رجعت استاذ جمال، في ناس رجعت؟ لا اللي طالع يا اختي ريم ما حيرجع في اي حال من الاحوال، ما بيرجع، ما في حدا بيرجع، يعني احنا مش طالعين عشان نرجع، احنا طالعين اذا فيش طريق بنلاقي عشرة، هذه بلادنا وحافظين عن غيب. طيب خلينا نفهم الناس بشكل سريع انه هذا الاعتصام اعتصام سلمي استاذ جمال اللي بده. ليش احنا عندنا يعني ايش غير سلمي؟ المعلم يعني يعني اختي والله ما هو تشكيك، والله ما هو انا فاهم عليك بالعكس. لا انا معك انا فاهم عليك وفاهم المغزى. نعم، هل سبق لمعلم في يوم من الايام أبداً. المعلم الفلسطيني في يوم من الايام ترك وراه علبه كوره فاضيه؟ بالناس نقول عمل مشكله، تركنا ورانا ورقه بسكوت مرميه على الارض؟ هل تركنا كميه مي استعملناها ورميناها في الشارع هيك؟ المعلم بروح سلمي وبروح سلمي، بروح نظيف وبدشر المكان اللي تركه نظيف. نعم، هيك احنا بنعلم اولادنا وتعلمنا من معلميننا اللي اكبر منا، هيك هذا الوطن هيك لازم يعيش، غير هيك ما في مجال.
شو ما في مجال لتكميم الأفواه وما في مجال لأنه الواحد ما يعبر عن رأيه ويطالب في حقه. هيك بنعلم طلابنا وبنعلم أولادنا، وعلى هيك أصلا هذا الوطن واقف على إجريه لحد هذه اللحظة. بلادنا واقفة على إجريها وبتخرج هالأجيال من تحت رأس المعلم اللي قاعد قاعد على شوك وين ما تطلع وين ما تحفر المعلم بتلاقي فيه شوك وفيه عكارب وحياية قاعد بتكرس فيه، ومع ذلك صامد المعلم وبثبت هالأجيال في هالبلد هذه. أحد الأساتذة بكتب لنا إنه الحواجز في حاجز عوال طوباس، بيسألوا بيفتحوا سيارة بيسألوا أنت معلم أو لا، يعني صارت تهمي ما هي برضو اختي. ما هو إحنا ليش تمنا نقول برضو إخواننا حبايبنا وطلابنا بتجزمني، وحتى التربية صارت المدير اللي بضرب بدنا نحولك معلم، السكرتير اللي بضرب بدنا نحولك معلم. هذه للعلم يختريم فيها وجهين نظر. يعني إما إن إهانة لمهنة التعليم وهذه بتوقعش الوزارة هيك قاصدها، وإما إنه الوحيد اللي بيشتغل في هالوطن وإله قيمة لمعلم، فاللي بضرب بروح معلم لا عشان تشتغل وعشان تتعب هيك. يعني المدير ما هو يعني إذا بضرب بحوله معلم، طب هي تهمة صارت معلم؟ صارت إهانة؟ نعم. أي ساعة اعتصامكم؟ يعني اختريم إحنا الصحيح يعني تحمليني، إحنا بنعيش في أسوأ مراحل اللي احترام التعليم واحترام هذه المهنة في أسوأ المراحل. يعني هذه أسوأ من هيك ما أتوقع نجد. يعني هل توقعتوا أنه يكون في حواجز أمنية؟ أبدا، لأنه يعني اختريم يعني الأصل هذا وطننا. نعم. بنروح فيه وين ما بنا وبنطلع وين ما بنا، وهذه بلدي بروح وين ما بدي حتى العقوبات اللي بتكون اللي بدها تتخذها وزارة التربية والتعليم من خصم من نقل من التنبيهات وإنذارات إلى آخره، هذه ممكن يعني ممكن المعلم يتحملها، ممكن المعلم يجابهها، إلنا طرق لمجابهتها. أما إنه ننمنع نروح نعتصم، ننمنع نروح نحتج، ننمنع نروح يعني نعبر عن رأينا من قبل إخوتنا وحبايبنا وطلابنا في الأجهزة الأمنية، هذا اللي إحنا رافضينه أصلاً. انت ما الك تمنعني، انت الك تحميني اصلا، انت بس توفر لي الحمايه. اما انك تمنعني وانك تكمم افواه المعلمين وانك تقولهم وين رايحين وين جايين، هذا الحكي ما بيطلع لحدا هذه بلدنا بنعتصم فيها وين ما بدنا. احنا لحنا حاملين لا سمح الله هروات، ولا حاملين عصي، ولا حاملين ولا مهددين الامن السلمي في البلد. احنا بنروح بنعتصم امام رئاسه الوزراء، بنضلنا واقفين صامتين وقفه صامته وبنحمل حالنا وبنروح بس. كل الاحترام. احنا بدنا كل العالم، احنا اصحاب حق، احنا اصحاب حق. حتى اولياء الامور بفكر اولياء الامور الغالبيه العظمى مع العالم. بس في ناس بتتابع وفي ناس قاعده يعني بتقول المعلمين اجندات. يا سيدي الاجندات ما بتعمل وقفه صامته وبتروح، الاجندات بتعمل من الخفاء بالليل، بتعمل الاجندات مش بالنهار. نعم. طبعا احنا طالعين بالنهار بوضح النهار على نص مدينه رام الله نعتصم ونروح، ورح نعتصم ونروح مش لو نلاقي يا اختي هسه طالعين على 11 الوقفه، على 11 احنا لو بنلاقي لو في 1000 طريق 1000 طريق ومسكرات بنلاقي 1000 واحد وبنفوت. رح نفوت يعني ما رح نرجع، ما طلعنا عشان نرجع احنا. أشكرك يا أستاذ جمال، شكرا جزيلا لك. إذا كما قال الأستاذ جمال كان هناك حاجز أمني أثناء طريقهم، اضطروا أنهم يروحوا من طريق أخرى حتى لا يتواجه كما قال مع طلابه مع أبنائه مع إخوته من الأجهزة الأمنية في وجه لوجه، ويصير في أي نوع من الأسئلة أنت أستاذ وليش رايح وليش ما إلى ذلك، فاضطر يروح من طريق أخرى. وقال برسالة كما سمعتموها المعلم خرج ليصل وليس ليرجع.